سلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تعودوا لاباس وتعودوا مهنيين. في لاغوسيت تاع اليوم راح نديروا غراتان تاع السلق اللي يجي فريمون بنين وما يجيش كاع ناشف. اذا عجبتكم لا فيديو كالعاده ما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجيوها مع لونتوراج تاعكم هكذا تكبر العائله. واذا لا بروميير فواكم تشوفوا لاشين تاعي ابوني فوق قبل ما تروحوا، سي كومبليتوم غراتوي. يلا نروحوا تو سويت لاغوسيت. شوفوا هنا البنات، راني سبقتكم درت تحضيرات مسبقه. هنا عندي السلق من بعد ما غسلته وغليته في الماء، ماشي غليته غير بدا يرفد الغليه، راني طفيت عليه وخليته يقطر، قطعته وخليته يقطر. هنا درت شويه لا بيشاميل، لا بيشاميل باكم كيفاش تندار، مغرفه تاع زبده مع مغرفه تاع فارينه والحليب، وطيبوها على بالكم. هنا عندي بطاطا مقطعه هكذا اونتي باش نقليها، وقشرت ربع حبات ثوم، وهذايا بلون تاع بولي قعد لي دجاجه محمره قعد لي هكذا لو غيست. دي فوا دايما نحصلو واش نديروه ما لا ندخلو في هاد لا غوسيت. وهذايا فاكولتاتيف تقدروا ما ديروهش ويخرج لكم بنين. هاي نروحو نشوفو تو سويت لا غوسيت. نجيب هنايا الرابيو عندنا حبيبة طوماطيش صغيرة، ديروا واحد 3 مغارف زيت كبار، ونكرازي عليهم هذاك الثوم، نحركوهم هكذا شويه كما تشوفوا. وهنا نسبقت ودرت الملح، نجي نحط هذاك السلق تاعي. ما تكثروش الملح باسكو السلق ما يحبش بزاف الملح، تنتبهوا فيكم مع الحرات. ونجي نبيسي هذاك السلق، ندير رشه فلفل الكحل، شوية فلفل عكرين، ورشة كمون، شغل درسة هذه. شوفوا هنا السلق راهو يابس، قبل قلت لكم غليتو، ماشي غليتو حتى طاب، رفد الغلية خليه يطيب هكذايا في فوق النار باش يجي بنين. هنا غطيت عليه وخليته طافي، عقلو طون زون طون نحركوه. بعد نجيب هكذا نقص صلاتي، نحط هذا السلق اللي طيبته، مادام سخون هذاك السلق نجي نرمي عليه هكذا فرماج بلون مقطع بمغصو، نيمبورت كال فرماج بلون سواء تاع لي بورسيون ولا تاع شاف ولا نيمبورت كال فرماج بلون يجي. ونزيد هذاك الدجاج مقطع هكذا ومغصو، واللي ما عندهاش الدجاج تقدر ديرها بالطون، بالطون يجي فريمون واحد البو هايل بزاف.
ولو ما عندها لا دجاج لا طون سي با غراف، ديرو هكذاك يجي ثاني بنين. نزيد نحط عليها هذيك البطاطا اللي غليتها، ونجي هكذا نزيد لابيشامل. فوبا نكترو تاني لابيشامل حتى تعود صامطة، يعود ما يشدش هذاك الكغاتا كي تقسموه. ديرو جوست سكيفو يعني باش ما يعودش ناشف الداخل. نجيب البلاطو هكذا اللي يدخل فوق، نديرلو شويه زبده ندهنو ونحط هذاك الخليط. نسقم هكذا الوجه تاع الكراتة تاعي. ونجي نربي هنا فخوماج. هاد كيما هنا عندي شيدر، وانتم ما كل واحد يستعمل واش حب. ونروح نحطو في الفوق اللي كنت سخنتو من مقبل على 220 دوغري. وهنا من بعد داك ما خرجتو من الفوق كما راكم تشوفوا معايا، خلوه يريح شويه باش تقدروا تقطعوه ماشي ما يعودش يتفتت كامل. نقطع لكم هنا اون بيتيت باغ، تشوفوها كالعاده. شوفوا كيفاش خرجي شهيد، والداخل جاي مشمخ ماشي ناشف. لي ما يحبوش لي غراتا جا باسكو ناشفين، هدايا ما عندكم ما تخافوا يجي الله الله مشمخ الداخل. كانت هذه هي الغسالة تاع اليوم، ان شاء الله فغيمون تكون عجبتكم وتجربوها. ما بقاني نقول لكم سلام.